صح النوم اقول الومك من متى نايم انت امس؟ ما شاء الله شغل مايكك روح راح راح خذ مايك ارحب ابو 500 حطها في راسك من امس من امس وانت حاطها في راسك من امس وانت حاط 500 في راسك مزعجنا الحمد لله لا ليلك ليل ولا نهارك نهار سعاده بس سعاده لا تكون صبح من احنا هنا ناقصها الكبسه ذا الحينه والفين يوه 2000 ليه ها ليه 2000 قيمه المطبخ 2000 اي بس ال1000 تقسم على مجموعتك طيب مجموعتي 3 1000 تقسم على 3 و1000 هنا و1000 المجموعه الثانيه يعني ما حد خسران لا 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 بس الله في اسمعني الله يطول عمركم فيه 1000 تقسم على 3 هذا على حسب معرفتي وفيه اتصال من الجمهور الظاهر فيه 3 اتصالات انا الاتصالات كلبوها ما راح افوز يعني يعني اذا جاك اتصال لك 100 نقطه قالوا والله حنا جمهور عايض عايض نحن دخلت قناة ما حد قال برزك الله حتى اخوياي ما يقولون عايض ما دروا اني بقي مين ايش فيكم يا اخوان برزك الله اليوم الله يسلمك ويطول عمرك ايش رايك في القطرة قطرة ايش عيون القطرة انت تبتي اجرب حاب هلا الله مساء النور ايش حالك مساء الخير يا قمر انت وياه راح ايه قمر ها قمر يا قمر في ضياك ساطع في سماك لي حبيبي يراك يشبهك يا قمر احس هذا اللي هو يغني انه جايته نقطه وجاي خبر حلو جاي 500 مع الشيبون ناموس الله عليك انا دايما انا احس الشباب اللي هنا خاصة عرفت نفسيات تلاقيهم يغنون ولا قدم شيء ترى تم انا نقطه لهم خبر حلو يا اخي الشياب يحسون يا اخي ويا ان الله يسر لنا كل امر هذا اليوم الهضيم امين من معكم الشباب رحوب الله يوم تحرجني يا اخي بسواك والله اليوم برت الشباب غير شرط معكم سيف اسالو اسمع عندك مطبخ شوف صحيح انا جهيلك راح شوف الطبخ وشو وش الطبخ مقادير اول مره اشوفها وش والله احنا قدها ان شاء الله انت عايض مع من؟ ايه خصمي لا احد يمدح ها؟ لو تجي خصمي لحد المطبخ يمدح من؟ خصمي نقفز الثلاثاء قفزه عالميه 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 يا رجال تلقى ويا بس تضبطونا بالاكل ها جوعان متغدى اليوم متغدى من ايد فيصل ها؟ المهم الاحد فيصل ولا عايض؟ عايض ما في اطباق اسمع يا اخوي بس مدري وين المهم الاحد يجي علينا فطونا وبس لا زاد انزين خلونا نتغدى مع المسلمين ها؟ عطوا طلباتكم والله ودنا بكبسه غير من شيطانها تورقس رقش رقش اول شيء حاجه قبل تقول رقش اشبح شنبك بعدين نقول رقش ادخلني اقوم اسوي كبسه حشر بابتسام ها؟ لا 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 كبسة تسوي كبسه بعدين تحشرنا مو بحشر المستشفى مليان يجي بكره ما القوم يا فاصل اول ايام نطلع بركه متهيئ انا وياك اخترنا من في مكان خاطر هو مختار طال عمرك الباب اللي يدخل كذا ظهر الجواز الدعشة الدعش اليوم الحنة انت الدعش الدعشة في قناة الواقع لا قبل اللي ورا تشواق يتك اصبع ايه قبل قبل وين شابها مرقد متى رقدت؟ رقدت سلام يا عبود يا ولد شو العيال كلهم اصواتهم رايحة فيها شفت من اعدونا عدنا الواحد لا مودك الواحد لا منه تعب ولا مرض انا يصد من اخويا راح يرقد الحاله شو يسوون حنا اعداك ها ايش اذا خلص الغداء علمه جوع جوعان مسكين يا فيصل فيصل تعال كل تمر يا فيصل عشان تشبع اسمع تمرتين ترى صدق من اول من الشيبان اول ما يقول بك حتى والله اني علمت سبع تمرات سبع تمرات سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا خذ لك سبع تمرات اول شيء تحمك من العين وتحمك من الدنيا كلها اي والله لازم ايش تسوون؟ سنة الحين ترقد رقدت طال عمرك حشر ما خلانا نرقد يا رجال عشان مالك خلاك ترقد حشر تدري متى رقدت ما دريت ايش صار امس والله ما دريت الا قبل شوي تدري متى رقدت؟ والله قالوا انه جاب عصير بطاطا لنا
ما قلت له الساعة هون. ودل إن شاء الله دليل. دليل إن شاء الله بيجيكم البطاطا هنا. إيه بيجي العلم. بيجي العلم. تن دانا. تطط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 ط
يسكن في حاله هاي ما انا على يمينك وانت رايح على يسارك وانت جاي عشان ما تزعل. الله الله خلها كذا دايم كذا حجر. لا يا شفت ايش نبك صرت كذا والله لا على رايك صدق والله ما كحمت. وليه ما قمت مع الشباب اليوم؟ قال حب اخيك المسلم كحب نفسك كما تحب اخيك المسلم. من هياها انا كيف قلت واحد من اخويا نفسك كما تحب اخيك واحد من اخويا الحين ما قد رقد ما رقد هذا بشره كل ان شاء الله نقطع مخالفتك بشره من ذا صحاني يا شو علم الاحلام يا عيال سيارد ما قدرت تحلمكم كل شوي اكل بالاذكار ما قدرنا نخليها عند راسي في مكانك المكان لا غير مكانك العاب سلام مرحب بس جهه في جهه ذيك بس جهه ذيك خذني ابي عشان ار ها الفوز لك ثاني الفوز لك ما ادري شفت ما ادري لين قال شنو رد اسري قال كذا قال انا ادري اجل انت في سوزن تشنب هو معي الله والله ضدي ولا ضدي كله لا انا غير فيك كيف اسمع لي اثنين سمعنا على الفقره هو سولي ناخذ اليوم القاعد كامله ما شاء الله ماني ضدك عايض عايض ريان و ريان بحذرة وين المرة الثالث معكم؟ أنا خالد نيف خالد نيف؟ إيه طيري وانتو الثالث من الثالث؟ أنا وانتو الثالث من ريان أبو حذرة؟ أنا ماني اليوم بكرة ريان أبو حذرة؟ والله ما أدري اللي معه شنار لا هند زقف علي دبة ماء دبة؟ غرشة ماء يا دبة دخلت شو كشت هذا ما يقول بروح عبي بنزين عبي بترول من هو هذا سيف؟ بس شوال تم معي معي؟ شنب صح؟ لا اي شنبك على قدك؟ بالعكس اها تستانس كيف من العمى؟ والله ماشي يا رجال انت الله اللي يستسلم عساك سالم عرض عليك قلبي كله ذنيه بس في مدرسه لا اقدر اقعد جبت المكينه حقتي رابع اللي بعد لا 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 ما نشورك ايش فيها جيره؟ يا ولد أجل لا روح عند رجاء خلوا عني بي سواني خلاص لا دبر ضايع انت سواني عندي اليوم ايش عبدالله اليوم بكره في بالله خل لا فين عم فاضي خليك على الغداء انت جلقت يا من انت وشنا ليه تخرج ازعاج اليوم ايش لا شنور نوم خاصه اليوم يوم تصيح انا والعود طلعتها في ثالثها حرقود وشو الازعاج دخل على طول انا صاحي صاحي مش صاحي راقد مش امه الله يا عيال اني ما ادري ايش اللي الله اني ما ادري ما ادري انا رجعنا انا كنت ارقد قبل تبون اعلمكم ايش صار اليوم لا ايش اسمع انت وين بتروح؟ انا موجود هنا ثم مرانا الحبلة عندك مطبخ؟ لا والله أمس ما أخذ ألف نقطة قومك مطوع قومك أبوه شو اسمه ذا الزميلي موالف فلاح مطوع ما يبي راجع لا والله أني حبيتك يا فلاح سلام عايض عايض من اللي معك في المطعم؟ ما أدري المطبخ صحيتهم من؟ صحيتهم إيه صحيتكم صحيتهم صحيهم نعم وش تسوي هم صحيهم 500 نقطة 500 موجودة اللي معك أنت اللي معك؟ معي ريان ومعي اليوم ناي سلطة والله فيه كيف انت احطكم في عجة في عزم الزميلي ابي اشغل الزميلي بحط الزميلي في عجة معكم الزميلي وعبد الله الجميري 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 عبد الله الجميري انسان فنان فنان كيف الذي يفكر عادي خرب طوختهم يجي لا 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 اذا خاب عنك بالله لا في حاجه عادي في حاجه فيصل في حاجه لا 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 عادي في لازم حاجه لازم ترقد الاسفل في حاجه ضيق انت بتخرب فقرتهم اسمع انت بتقول انها عادي تخرب فقرتهم صح؟ خرب طبختهم شو لك عادي شوف انا بعد لا عادي انا
ما لقيت له سعدان يعني طبيعي يجي عين كذا حمر عين انت خبرنا كيف يروحون الصين يعودوه قطر بعينك عندي قطره ترى هذا وش المنيو اليوم هلا منيو وشو اسمع ها تسوي لنا اليوم اليوم كبر علينا اندومي كيف رجال انت تخرب لنا اكل ترى مع الفاتقه ها انا كبر عقلك اخذ هروج فاك ريال كلام بس نفسيته ذا كلامي كله اثاره جدل حبيت الموضوع اثاره جدل خذ اثاره جدل اثاره جدل ما له دخل حبيت اثاره جدل مثل طالع حبلك يعني شو ايش كان ما سمعت تكفى اقول انت فاهم الجدل غلط والله عندي هنا ما اعرف اطبخ بس اني قاعد اهدد شنار اقول له فوز من البارح هم بوله الله يضيع السنه دي في ابغى تدري صاحي من قصدي هو بلغه تراه والمرازي رجع النوم عكسنا على الهرة على الاكسس يحسب انه في الديره وش حياكم الله شي يقول امانتك مرحبا لا معاك شنو وسهلا عن جد عن جيب ارقد الساعه 12 اقوم الصبح مع الشياب حرف عليهم اصغر اقوم خدمهم تاخذ مقاطره ها البقيمي يعني اليوم بعد بساط تعتبر انك قايم الصباح عندي اجتماع عشان النقاط تعتبر انك قمت الصباح عشان تاخذ النقاط بس نعم لا وايد بكل شفافيه انا معلم قلت انا جاي بدري عاد انت اللي كدم لا خيره ولا شكوره انت رقد في الليل تقوم الصباح وتاخذ النقاط ترقد في الليل وتخصم منك ترى ما رقدت الا ثلاث كذاب خلوها تمشي دامها ماشية لا تمشي الله يستر عليها وين راحت؟ دليل أم الليلة أم اليوم نجيك علوم طيبة لا 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 أجزة لا والله يا طيبة ها؟ اليوم بتجيك علوم طيبة ها؟ اسكايا برا اسكايا لا تنبي الشمس لا دخلت قدو في الخيمة هذيك اللي حقت اللي في الخيمة والله كيف يا واسطة أبو إبراهيم بخيمة المراجل موت أنا أوقف إلا المراجل عزاه موت أنا أبغى حتى بعد يدخلك يا رجال تواصل مع العداد والله العداد أكل شوف وجهه أي العداد لا من زاد ليه أنت جيت منه ولا منه لا من زاد لا من أكل لا من طبخة لا من روحة لا من جية لا من نكبة لا من كلنا هلا 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 بك حيا عندك باخذ 500 منه عاد تقول هلا والله اني قلت وين هلا بك والله اني قلت مدى الرجال قلت كبر الله منك بخوية ها خويا معي قال هذه منافسه ومسار تبا ولا السلام اني ذا خلاص يا ولد محمد من هادي باخذ 500 هلا بك وين هلا بك باخذ 500 كذا الحمد لله والشكر قبل هو معه اليوم الشيبون اللهم الله حسن انا تعينت لا يا ولد جاني هو جاني عبد الله اخذ 150 اول شيء طال عمرك الشيبان قد اقلع طال عمرك الشيبان يتحكم بالكرم اول اليوم هذا المقدم مو كريم انت ها الكرم انت عدل منك الشيبان ترى بعدين قالوا فاز بحاسم الطي خايم ان شاء الله الكنترول يقول وزعها يقول له بعطيها واحد صادق تعبان من على ورد رد البارح الساعه 1 خلاص انت كلها نعم استاهل 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 قالوا انت اكيد انك 10000 متقدمين شفت 500 دقيقه ثقيله مرت على حماس الدنيا اي بتروح في ديكور ولا في حاجه هقوا من استاهل عارف العلم قالوا انت مقدم دخل ليه ولا انت حرجك ما انت تعب ولا زكم فلا يجينا يتكلم يجي في الغرفة الحاية غربة أعدونا أنت أول هو واحد أنت غير أنت زكم الشبك معك وأنا أشوفه بسمرة يصور كمام سنار ما جميل والله نصف والله ناس تعبى يدي تتكلمون في وجهنا يا ولد أنا أحس في بداية حرارة بداية خمول ها دوكسور كان ما يستر بس لا يمكن عليك عليك حرام عليك ها؟ أمس جاء أرحام واضح واضح الطبخة ولد يا واضح الطبخة يا ولد الطبخة منك يا ريان واضح الطبخة مثل وجهه حلو أنيق يا ريان وش تقول خصمك الله يمسيكم بالخير انت بالخير صوتك صوت ريان فنجال كذا عطى فنجال فنجال يعود ايه الصوت صوتك ايه مع خط المية الصوت اسمع يابا يابا ايه شوي باخذ ايه تبدا الحين ولا لا؟ بقول لك شوي دبح له ما يحتاج شوي سوي ينسو
هو يسوي ياسون للناس يتعب. شد نفسك سنوت يا جاي مسكت الظاهر تعبان ريار ريار الحل ريار اسم سنوت قالك ظهر يوم الثلاثاء سنوت 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 يعطيها الناس ويتعب فوق قومك الضحك يا رجال ايش فيك قومك الضحك انت بسنوت سنوت اضحك على الخصم زعفران كفو زعفران بالماء تبى تضحك جنا احنا ضحكين على استغفر الله استغفر الله يا حرقان عليك طن ثاني شن يسمع عرفت عنده حلم يطلع يفتح التراك يسوي شنو بس والله خلطات يا اخي طيب يركز بيني وبينك ما يلزم انا اخوي ورفيقي نايف ها قومت نايف لا ما اقدر ايش قال نطق دون اجراء يقدمها احنا اخوان نجمع واحده بس صدق بجي بروح قدني بروح بروح اللهم اهم يا عيال انتم خيار على طريقكم جيبوا لي ليه اول ما بركت خيار طلع فوق مش فاهم معي انا اللي مقطع لك كيف برتقالي برتقالي قدرت كويه عيوني على ليه حرقان الليل المضير ها من فوق بعد عيوني على شهر اخر الليل ايش يقول بروح اجيب قطره اجي مش مجموعه واحده اقوم معك ولا ايش خلاص اجي قطره اي تاخير تخصم هي النوم النوم ساس النوم شو يقول المنظر ايش اشرح لي المنظر في البيت ولا في ما على الدنيا مستريح ما الدنيا ضمير مستريح اطول ايش رايك الوصف اوصف لي المنظر ذا هذا يا طول عمر السلامه ضغط الكره الارضيه عرفت ضغط الكره الارضيه في الساق هذا وش الكره كره ليست كره ارضيه هذه كره مدوره هذا تفسيري ان ضغط العالم انه جالس على زاويه يستمتع هاي ما يبعد السؤال خليك سريع بديها اشرح ايش اشرح المجسم هذا اوصف الشكل بيت ولا في فله تكفى بعلق على هذا يا ولد هذه خل هذه يا ولد هذه خلص تعال بادي علق على الصوره لا انت علق هو يبغى الطريق اترك التعليق لابو هادي اترك التعليق ايش مفرده اعلاميه ولا اترك التعليق للجمهور اخر جدل اذا رجع لا تحجي معك عشان اجل هذا اذا رجع اوصف بيت قصيده بيت شيء اي شيء عادي اوصف المنظر تشوف كنا مرت كيل المجد مرت كيل المجد ماسك رجله شو اسوي هو ماسك رجله ليش طيب عجل سالفه عشان لا تروح عندك جوابه اللي شراها وش هدفه عادي ايش تقول اللي شراها ما اعرف ما عنده ذوق صح بجيك بهذاك ما ودي اقول ما عنده ذوق لاني راح اخسر نفسي ايش راح اخسر 50 شهر حاله نعم كان حاله يقول ايه في بيت بيت ولا وش وصف ولا والله ما يدري كان شايب عاقل ان رجله عند ابله يا سلام يقطع شايب عنده بلاقي صبي ها عينه ويشبح ما ادري ايش يشبح فيه يا سلام يا سلام ظالم عنده شو شوي اخر سؤال اخر مره لك الارضيه هموم العالم لا ذي كلمة ايه بدعاية عادي ذي كيف قلتها كان اللي يقول ودي اكسر عمزاق سلام مضبوط لا علاقة ايه لها علاقة ممكن ايه يلا خلاص ايه لها علاقة اقفز يلا هنا ودي اكسر عمزاق عاك يا سيف الظاهر يمديلك اتحمل كسر ساقي ولا منك عطا ولا طيب. منك مره لعبت ما عاد يسويك شيء كل شيء يبدا يكون بس ما ابغى شو اسوي انا حتى مشاركه شغله من خلاص واحد البس ها هاي في دقيقه ثلاث يا ويلي على المباراه ويلا ما ولا الجميل اي رجال الله يجعلنا ان شاء الله من اهل الجميل وانت رجال على باقي حياك الله في برنامج كاريزما 2 ايوه سلام مرحبا شبك والله الله يسلمك حياك الله قايله ما تبي قصيد ولا تبي انشيد ولا تبي شيء قايله تبي شامله عين كذا تنسى تبدا يوم بس تنسق لين ابرد اليوم ابرد اليوم خذ لك يا ابو عهد هذا هذا لا هذا الساعه صل على النبي البيولوجيه حقته مثلا وادي تضرب هذا صار يرقص خلاص يا وادي اعطوا هذا جد سماعه الكفو بس ما وادي تاكله بالله بالله جد سماعه الكفو تسوى ملايين وادي تاكله وادي خلاص انا بديت كمل كمل شوي ابو هادي بالاقال عندك خير اقفز ابو هادي يا عقالك تعرض جنبه يا خلاص
ذلحين الطاقية تفكها بسرعة بادي ولا؟ لا والله يا تنشب تلبق والله أنا تنشب بلاد رجل والله ما تموج لا هذا الحين لو اني خير ريان تعال فكر للرجال طاقيته حط زيت زيتون يا ابو هادي سمع الصوت زيت زيتون الغربي عقبته هذا الصلاح يا رجال ها حط زيت زيتون الغربي والله بيعطيني شيء الغربي هذا الدك محلكت ها طلعت ساده مره كذا بدون اي ملامه بيعطيني شيء الغربي يقسم لي يقسمك والله يا مرحبا ارحب حبيبتي شانها شان شنو ترى قهوه يمكن شنو ايش ابو مسفر زنت ايش ناس قهوه دي ابو عارف عارف ناس قهوه تعال تعال هنا شو تعال هنا قهوه بزنت هنا عندنا مكيف اخرم على شوفتك خرمت لي السنوت ابو مسفر عندنا مكيف هنا من جبه مسفر صباح الخير طيب جلسة معك تخيل انك في ذا الحرف المطبخ لا اله الا الله والله ما انت لسه بس قلت لي المطبخ حاطينها على الاندومي ما اصعبك عشان تشم ترجع قلت انا اقصد قلت معها على الاندومي اقصد ريال شو نسوي وين منطقكم يا اسم انها فكره الفكره قال سالم اخذنا الاول 15 مره ريال حطها عنده بس ريال انا قام قطعها وحطها ترى ما هي فقره الكوتش مطبخ قطعها وحطها والله ما عينت الا شيل خيارات سلموا بها قطعه ايش سوام بها؟ ايش دخل؟ قلت انه الدنيا مره قلت له هذا هو هناك خياله مو قطع شيء لا لانه في اسهل انا قلت امس قلت له واحد يسوي دخولية هاي دخولية وش دخولية؟ انت من اسم البرنامج الحين تقول دخولية للمطبخ انا ابغى اشوف عمري دالحين ما هو بذا انا بنظارة ايش مطبخ؟ ها؟ نظارة ايش حالك؟ نظارة ايش؟ نظارة نظارة عشان لو جاني اتصال يجي يا جدي انت من رايح؟ كذا كاش راح اشيك على المطبخ يكون مظهري انيق منو 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 شوف المطبخ انت المطبخ شوف الغرفه انت مغلي الذوق ها هذا ايش رقت اجهل اقول لك ايش اسمه نص ساعه مصري ساعه من وانا لها من انت وين تشبك مصري مكرونيا الظاهر انها الظاهر انا ما اعلم انها بشمل ما بها شيء ايش انا يا حشر قد شفتها فيكم كذب يا ذا العيال ما شفته ها انا ما عندي مطبخ لليوم بس طالع الحين من هو اللي ها شو ايش ايش عندك يا انا ولا اي ما يعني وانا خال عيال ها من اللي عندك الطبخ اي انت ايش عندك يا ما ادري وعلى شم هواء يا ولد حتى انا اقول ايش عندك روح ريح انت اي طول محمر من الجوع يبون عيشه كيف ايش عندكم ايش تبي بالرجال؟ نشد في المال لزوم ما لزوم ما يبغى اللي بيفضحني بطني يا رجال اشمركم يا اخوي وجيك خلينا كويت اطق راسك ها يا حشر ها حسبت حسابها طبختنا اليوم ما فيها خيار بقدونس جرجي نعناع لا قدرنا ما فيها خيار روح ارقد يا وين نوال بيتزا حشر هناك انا يا اخوي انا شغال خلاص حشر الزهلب اللي خرب طبخته جاي تقول له الخصم جاءت لي دعوة خاصة احمر الخصم يعني عشان اشوفك جاءت دعوة عشان اشوفك الخصم دعوة الكترونية ابدا ادرب العيشة ما في صوت اما بعض لا عبر استرسال فكري طيب واللابس برتقالي هذا شاف الزميل اعطى رسالة دعوة كيف يلحق ال اللي دعوة استقبل ابسن عرفت الظروف اللي من اول وعلىها ختم زميلي مع زميلي شفت ايش تقول له جاي دعوة خاصة دعوة خاصة يا دعوة خاصة من الزميلية خاتم على الورقة ما حد يقدر يتعلم نحقك حق يا الربع حق أرجو من الأستاذ محمد بشر قحطاني حضور مطبخ للتذوق وتقييم المستوى وتقييم مستوى الخدمة المقدمة يا سلام ويجونك ناس ما لهم داعي ما لهم لزوم مثل عبد الله سالم نفس ذا مثل عبد الله سالم ما أنت مثل محمد بشر أنا أزل عندي نظام عرضه إياه مثل ريان عايبة لا لا أزل عندي نظام يا لا من حماس صاحي من الفجر ترى يعني ناقص من عندكم واحد من عندنا واحد اه ايش تسوي شم ناقص من عندكم واحد من عندنا واحد واحدنا اربعة يا سلامي يا عيال خلاص كذا عطيك هذه كذا جاب يشغل شغال مسجل تقول قول له كذا على طول خلاص خلاص صح ضميرك تعال جلطني اول ما رقدت اليوم ايوه صحيح من بدري سام ها
رجع الراقد من البارح. ايش اللي صعب؟ رجال يمشي على هذه. قول لي اخر رقم. راقد من البارح الساعة 12. والله. يا رجال راقد لين شبعنا. ما شاء الله عليه. يبغى عشان يقول 500 فقرة الشيبان و الحمد لله. بالع له خصم حقي. انا كلب ماوي، انا كلب ماوي، انا كلب ماوي. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. شوف البس كاب صح؟ خمس دقائق بيروح يلبس وتر. اكوي اكوي يا ابو كاب يا ولد، يكوي اكثر من ما يلبس. تسوى ملايين جسد واحده. اي بادي الحين يبصك تغدى الله يقوي. لا لا ريان يبغى يشوفها. وايش جسد معك تخوي افتح حبيبي. يا ولد اللثه حقه غريب. عكسنا شوف لون المشط. عكسنا عكسنا شوف لون المشط. خلاص كملي ساكت. وين السنو؟ ما سويت الحركات هذه خمس ايام. طلع اليوم ودي اجرب اخلاقكم انتم. اي مع القال عشان ما الربع ما يشوفون. ما ابغى ارجع. ايش تبي سنوت ولا قشر؟ زنوت صوته تعبان. سنوت سنوت يا ولد حرام جوكم. ادري شو قال الصفا والله العظيم. كل ذنب عظيم لا اله الا الله. واحد ولا شريك له الحمد يحميته على كل شيء. حرام ما يجوز تقول سنوت. ليه؟ انا ما عرفت لما ريان حرام. كنا حرام ما يجوز تقول سنوت. لا بس مين بجان شنوت. وش شنوت؟ ليه بس تعود مشان ليه الرص الود؟ ايوه طبعا عادي ارجع مثل قبيل او شيء. انا يهمني راي شنار. ارجع مثل قبيل. لا يهمك اراء الناس بك. ما عليك واحد يقول سنوت يقول لك ارجع رجع الكاب. ترجع الكاب ما عليك. شن واحد لابس احمر ايش تترد له؟ احمر ما احمر اول شيء هذا عن النوم. عن النوم ايه لا تغلط. السلام عليكم ورحمه الله. ترى ايه شنو؟ تغلط على ذوق شنو؟ شوف تغلط على ذوق اسود واحمر ازرق وبني. تقول غامه توك توك هذا غامه يا رجال. كانها صبه. انت كانك كوب 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 شنو؟ قم قم بالله. ما دخل جدا ما دخل خارج السياره. سروالك انا ما ادري انت بتبقي من الطقه. سروالك سروالك سنوت. عارف سروالك سنوت نبي نطق. انا اسف لقومتك من الكرسي الى اخذك الى هذا الكوب الى صبتك له. والله يا اخي الى جلستي يعني الحمد لله. طب والكوب الميده خبر اللي سحبت ابنه جلسه مع الكوب تسوى ملايين. سوي اسمنت. اجلس اجلس لا اكرمك. انا اقدر اشرب نفسي علاتها يا ولد. بدأ مع فرط حركة. يا ولد.